صباح الخير، يوم جديد. نبدا معكم الفيديو ديال اليوم، نقاسم معكم الفطور ديالي كما العاده. دابا راه 11:30، غادي نفطر حيت صافي حسيت بالجوع لان البارح ما كليتش بزاف الليل. دونك الفطور ديالي عباره على اتاي دائما، انا من بعد ما شربت القهوه، راه القهوه كنشربها في الصباح فاش كندي بنتي للمدرسه، هنا شويه ديال الفرماج مربعات ديال جودة، وهنا شويه ديال الفواكه الجافه. هنا عندي كاوكاو، عندي هذا نيوسيس دي نيبال ولا المهم، هذا واحد القرقاع كيكون طويل، هذا غزال ما فيهش كاع الكارب، فيه غير الدهون ولي بروتين. وكندير هاد الميسكلا الميلونج، كندير تشيا زريعه ديال القرعه، حليب الكوك، جوج حتى ثلاثه د المعالقات ديال دانون، دانون مسوس اولا غرياغو اولا بروتيين اولا فرماج اولا اللي بغيتو. وكندير فيه بعض القطع ديال الفريز، الفريز الا كان عندكم كونجولي، ولا انا عندي هنا طري ها هو. وغادي نشرب لاكتوبيت، هاد لاكتوبيت دابا نهضر لكم عليه، هاد المكملات الغذائيه نهضر لكم عليها في فيديو خاص ان شاء الله، لانها كنشوفها جد مهمه للناس اللي كدير الحميات، جميع انواع الحميات خصهم يكونوا متعاونين مع هاد المكملات الغذائيه. هذا اللاكتوبيت سي تان بروبيوتيك، كيصلح اللي عنده مشاكل ديال المصاران المعده شنو. غادي نرافقو باللاكتوبيت غنشربو، هذه غير موسترا كنت طلبتها الاي هيرب وعجبتني بزاف. وغادي نشرب هذا المولتي فيتامين، مهم مقوي، فيه كل شيء جميع انواع لي فيتامين، فيه زوين عجبني بزاف. غادي نعاود منه، كيجي فيه هذا 30 كومبريمي، دابا نعاود نطلبو على بركه الله. اليوم بغيت نشارك معكم كيفاش كننظف الفران ديالي، الفرن ميكرو اونداس وكامبانا. يلا بقوا معايا في الفيديو، مرحبا بكم. دونك الماتيريال اللي غادي نحتاج في التنظيف ديال الفران والكامبانا والميكرو اونداس، غادي نحتاج هذا واحد السبراي كيجي على شكل سبومه خاص بالفرن، كيخليه نقي ونظيف وكيلمع وكيحيد الطبايع الصعيبه، كيحيد الدهون، كيحيد كل شيء، كيجي على شكل موس كما كيبان لكم هنايا هكاك، غير خصو شويه ديال اسفورسو. غادي نستعمل انتي غراسا اللي كنديرها عباره عن ميلونج ما بين، راه وريت لكم في الفيديو السابق، الكول والفينيغ ديال ليمبيسا و انتي غراسا ديال كوسينا، كنميلونجي كل شيء كاس 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 كاس، وكنزيد كاس ديال الماء، هذا كيدوز لي شحال. وغادي نستعمل هذا خاص بلينوكس امبريانتالور، كيلمع وكينظف في نفس الوقت. واحد ستروباخو يكون قديم باش يكون هنايا ما يكونش كينجر لنا المسائل ديالنا، باش نساليو الفران نلوحوها. كاينه هذه حتى هذه كتعجبني، هذه عاد خديتها من الكاروفور وعجبتني بزاف، ديال ناتوريل، هذه ناتوريل. دونك واحد الزويف ديال ميكروفيبرا كيما بغا يكون، ماشي بالضروري تكون هاد لا مارك مثلا ديال بايرنا، كيما بغا يكون زويف، كاين الشيف الكوزينه معتمد عندكم. وبطبيعه الحال الوانطي، دائما الوانطي اللي يخطي علينا الوانطي، نحافظوا على يدينا، نظفوا الكوزينه ديالنا والدار ديالنا، ولكن دائما نحافظوا على يدينا، ما نتكرفصوش عليهم، لان الحكام راه كيضيع اليدين وكيضيع الارض. دونك على بركه الله، يلا معايا. كما كتشوفوا الكامبانا راها حالتها مسكينه، خصها واحد الحكيكه وليدام، كنحل السرجم بعض المرات ديال الصالون، وكيدخل الغبره مع العوين وكيتجمع كل شيء. والميكرو اونداس ها نتوما كتشوفوا الماركاس ديال اليدين في الزاج، ومن الداخل حتى هو راه كيتوسخ. بعض المرات كنديروا شي حاجه بلا ما كنغطيوها، كنساو داك الغطاء وكيدفق كل شيء. والفران حتى هو راه ميدم وطيبت فيه شحال من مره وبلا ما نغسلو. دونك هذه فرصه نشارك معكم كل شيء تشوفوه.
دابا على ما درت داك البرودوي في الفران كما شفتوا غادي نخليه يرقد شويه ونبداو كندوزو على الكامبانا، نديرو هذاك كما قلت لكم داك مزيل الدهون اللي درت انا من زيلي، ونزيد من البرودوي الاخر ونخليه واحد 5 دقائق. ايوا خديت الماء شويه سخون، هو الماء سخون كيعاون على الحكان، وكندير فيه شويه ديال الفايري ونبدا كنحك. كما كتشوفوا راني كنبان كنبان في الكاميرا، كنظن بان صافي ان الاوان باش ايوا بحرام تشوفوني ونشوفكم، تعرفوا عليا نتعرف عليكم. بزاف د المسائل كنبغي نديرها، وبعض المرات فاش ما كيبانش الواحد في الكاميرا بحال اللي كيكون كعائق، يعني ما كيبانش. دونك ا بارتير من هنا جو بونس غادي نبدا نبان في الكاميرا، نكونوا مباشره مع بعضياتنا، وكنظن بانه غادي يكون احسن. وهنا كما كتشوفوا باش نوصل ديك الجهه الفوقانيه اضطريت انني نطلع، لان الكريسي ما كنوصلش حتى الفوق ديال الكامبانا، باش نمسح الحيط من الفوق ونمسح داك التوبو اللي كيدوز الهواء على برا. وصافي نستمر حتى نقي كاع ديك البلاصه ونعرف بانها صافي ما بقاش لي دم من تما، نحس بانها تنقات وصافي ونشفها. كما كتشوفوا من بعد دزت حكيت كاع ديك الفيلتر ديال المامبارا، درت له حتى هو داك نفس البرودوي ديال الفران، كيحيد كلشي داك اللي دام وديك الدهون اللي كتكون لاصقه على الجناب، وديك اللي كتكون كاع كثيره كثيره كثيره، كيصفى الصراحه بواحد الطريقه سهله. وغادي نحك حتى هو السليك ديال الفران والسوينيه ديال الفران كلشي، هانتوما كتشوفوا كلشي بعينيكم. اللي اول مره كيدخل القناه ديالنا نقول له مرحبا به، هذه قناه مشتركه بين اخوتين، انا سعيده في اسبانيا والاخت ديالي لطيفه في المغرب، مرحبا بكم في قناتنا. نتمنى
اللي يدخل يشترك في القناة ونتمنى يعجبوه الفيديوهات اللي كنديرو ويخلي لنا بطبيعة الحال الاقتراحات ديالو والملاحظات ديالو علاش لا. كتشعل مره في الشهر مره في 15 يوم 20 يوم الواحد يضرب لها حكه وكتبقى نقيقيه. انا راه خليتها تتوسخات باش نشاركها معكم. ما نورمالمون مره في 20 يوم شهر كنضرب لها غسله بحال هكا افون ومن بعد كل نهار كندوزو عليها بلها. صافي انتقلت للفران كان رطاب كاع ديك الدهون تحيدات يعني كما كتشوفوا بدون جهد ولا والو كندوز غير بالحليفه دغيا دغيا كندوز كلشي دوك اللي دام رطابو بداك لو برودوي وكنعاود ندوز بحليفه اخرى يعني دوك البلايص اللي كيكونوا كتعرفوا دوك القنوت فين كيتعمر لي دام وهذا ندوزوا عليه شويه وبسهوله كيتسالى كما كتشوفوا. اللي زوين في الفران ديالي انني كما شفتو كنقدر نحيد له فيه الزجاج مدوبله دونك كنحيد له ديك اللي من الداخل كنقيها وكنعاود نغسل نمسح كل شيء هذيك اللي على برا وكنرجع كل حاجه لبلاصتها كتبقى ديك الباب الصراحه نقيه شهوه منها. دابا غادي نربط له باندي خاص ديالو وغادي ننظفو شويه من برا. الميكرو اوند البنات غادي ندير هنايا بول فيه الماء وغادي ندير الحامض هنايا غندير حامض هنا نورمالمون ديروا لا الكول ولا ديروا الفينيغ ولا غادي ندير الحامض انا بما ان الميكرو اوند كندير فيه الماكله وهذا غادي نعطيه 3 مينوت باش يسهط مزيان الميكرو اوند من الداخل
ويسهل علينا ننظفو. وهو هذا احبائي الفيديو جاء للنهايه ديالو. شاركت معكم كيفاش كننظف الميكرو اونداس والكامبانا والفران طريقه سهله. لي برودوي في متناول الجميع، ماشي غاليين، نقدو نشريوهم وننظفوا الالكترو دوميستيكو ديالنا بلا ما نشقاو ولا ما نعياو بزاف. الى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء والاحباب، وما تنساوش تشاركوا في القناه اللي كيعجبكم بحال هذا الفيديو. ما عليكم الا تشاركوهم ليا في لا بواط دافو، ونشارك معكم المزيد والمزيد من لي فيديو ديال التنظيف وديال التنظيم. هكا بقى الفيديو الميكرو اونداز ديالنا نقيقي، والفران كذلك نفتحو لكم كيشعل من الداخل ومن برا. الزجاجه كلشي بطريقه سهله وصافي. دابا مستعدين للاستعمال اخر. خليكم في امان الله، تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.